بسم الله. دلوقتي لما بنيجي في الورك بلان بلاقي حاجه اسمها ريفرنس بلان. ريفرنس بلان دي بتسهل عليا الشغل، بحيث مثلا ممكن يكون انا عايز ارسم حيطه في مكان معين بمقاس معين، او عايز ارسم ماس، اقول له ريفرنس بلان، ودي شبه معايا في 3 دي. ممكن اثناء الطباعه اقول له ما تطبعش اي حاجه ريفرنس بلان. لما تيجي تعمل سيلكت على الريفرنس بلان بيقول لك اديها اسم، او ممكن تديها اسم من هنا سميها مثلا 13. تمام. طيب لما تيجي ترسم اي حاجه تقدر تقول له انا عايز ارسم على الريفرنس بلان دوت. ممكن مثلا على سبيل المثال وانت بترسم على الروف باي اكستروشن، تمام، بيقول لك انت عايز ترسم على الورك بلان، فتقول له انا عايز ارسم على الريفرنس بلان 13. يبقى كده اي رسمه ترسمها الريفرنس بلان 13. او ممكن تقول له انا عايز ارسم على الجريد، او عايز ارسم على دور معين، او عايز ارسم على فاميلي معينه، يعني في كذا حاجه ممكن ترسمها. الريفرنس بلان ميزته ان هو مش هيلخبطك، يعني انت لو عملت جريد ممكن تفتكره ده جريد تبع المشروع، او ممكن تعمل اي حاجه وبعد كده تنسى تعملها فتظهر معاك في الشغل. فهو مثل لا، مش هيظهر معاك في الشغل. ممكن تقول له مثلا وانت بترسم موديل امبريس، تقول له انا عايز ارسم حاجه على الريفرنس بلان دوت، مثلا الاكستروشن اهوت، تقول له انا عايز اعمل ست، انا هرسم على الورك بلان ال 13 دوت، فيبدا يقول لك ارسم مثلا في الليست. تمام. فخلاص اي حاجه ترسمها هترسم على الخط اللي انت كنت راسمه كريفرنس بلين.